نتيجه. عشان طبعا كده هروح لكريم، هل النادي الاهلي حقق هذه المعادله في مباراه الاتحاد، افضل اداء وافضل نتيجه؟ افضل اداء بالنسبه للمتاح لان اكيد التعامل مارسيل كولر مع اتحاد جده كابتن هاني كان واضح جدا ان هو درسهم بشكل كويس. والمباراه كمان بتدي ترجمه واضحه ان الفتره اللي فاتت انت كنت بتواجه سوء توفيق زي ما اتكلمنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت احنا الاربعه. صح، سوء توفيق ده اولا، وثانيا في حاجه كمان برضو مهمه جدا، ما عشان برضو ما نبقاش، انه طرق اللعب من الفرق اللي بتلعبك كانت مختلفه. لا، وحاجه ثانيه برضو كانت استسلام طبعا، وحاجه ثانيه ان احنا في كل المباريات اللي كان فيها نتائج سلبيه كنت انت الافضل في الارقام. صح، خلي بالك على مستوى خلي الفرص كل حاجه. طيب تعالى بقى لو ممكن تيم الاعداد عندنا يعرض لنا ارقام مباراه امبارح ونشوف مين الفريق اللي كان متفوق في الارقام. تفوق كاسح للاتحاد جده في الارقام. في الارقام اوكي، يعني نحلل بقى الرقم الاهم. نشوف بقى ده مثلا ده من نفس الناس ما تزعلش، يعني ده مثلا رقم ربما يظهر ان هو سامي للاهلي لكنه رقم ايجابي للغايه، ايجابي للغايه. وهنشرح ازاي لو ممكن بس نجيب الارقام. حطوا لنا الارقام يا شباب بتاعت المباراه عشان مهم قوي قوي الحته دي بصراحه. اتفضل. وبربطها بالحلقه اللي فاتت بكذا نقطه، احنا بكذا توبيك احنا اتكلمنا فيهم في الحلقه اللي فاتت. مباراه امبارح واضح جدا ان مارسيل كولر كان عارف ان النادي الاهلي مش هو المرشح الابرز اعلاميا وكاسماء وكل حاجه، احنا عايزين نلاعب ناس بنشوفهم في البلاي ستيشن بصراحه، فجاه شفناهم في الملعب. طب هنواجههم ازاي؟ ده سؤال مهم. طبعا واضح جدا ان الاتحاد جد عنده مشاكل كتيره فيما يخص الشق الدفاعي، ولكن بارض الملعب مثلا الكره بتاعه رومارينيو في بدايه العشر دقائق الاولى كره خطيره للغايه، ومحمد الشناوي قدر بجسم ان هو يحجز ويصد الكره ويمنع الاتحاد جد ان هو حتى ياخد دفعه معنويه. النادي الاهلي حتى لو والله يا كابتن هاني رغم الكره دي كان ممكن حتى ايفن لو كانت سجلت هدف كان هيرجع. هيرجع ويكسب. كان هيرجع. انا برضو معاك. ليه؟ لان اصلا نقطه الارقام اللي هتكلم عليها هتوضح لنا المباراه دي لو اتعادت. عايز ارقام ايه يا كريم؟ احنا الاستحواذ والمحاولات. الاستحواذ والمحاولات على المرمى. اوكي. تحليل تحليل الارقام في المباراه نفسها. بالظبط، اعتقد السؤال دي معانا يعني. مثلا نادي اتحاد جده كاستحواذ هو متفوق في الاستحواذ على النادي الاهلي، بنتكلم حوالي 52 مقابل 31 للنادي الاهلي، والحبه الباقيين دول كانوا في اللعب، لان الفيفا النهارده عامل نظام جديد في موضوع الاستحواذ بيسيب مساحه للنسبه لينا في اللعب، ولا عندك ولا عندي. نادي اتحاد جده تفوق فيها، نادي اتحاد جده تفوق في تسديدات على المرمى، نادي اتحاد جده تفوق في الركنيات، نادي اتحاد جده تفوق في التمريرات، نادي اتحاد جده في كل الارقام كلها تصب في صالحه. أوكي. السؤال هنا النتيجه خلصت كام؟ 3-0 3-1 3-1 ده معناه الواحد نسي. ده معناه لو انا قررت، لو انا عكست الارقام برفع نسبه النادي الاهلي في التهديف، لان اللي هيحرز 3 اهداف من 6 محاولات دي نسبه 50%. لو زودت له، لو اثبت، لو وقفت النسبه وزودت المحاولات الثلاثه دول ممكن يبقى 4 و5 و6. صحيح. لو انا اللي معايا الاستحواذ، فالرقم ده ربما يبدو انه رقم سلبي لكن هو رقم ايجابي جدا للنادي الاهلي. ليه؟ لانه بيؤكد ان فكره النادي اتحاد جده هو ما عندوش بنسميها ايه، ما عندوش صلابه تكتيكيه. الفريق هش مفكك للغايه، فريق متفرط. أيوة. ربما فوجئ بدليل، انت عارف يا كابتن، انا اسف اتفضل انا اسف، ولكن بدليل انه في احد الكرات المرتده، وما كانتش مرتده، الشوط الاول، الشوط الاول بتاع الكهرباء، اللي كانت على الشمال، انت رايح 6 او 5 على 3. أيوة. او على 2 كمان. أيوة. أيوة. لو اتلعبت صح صحيح كنا جبنا جول. صحيح. فدي دليل على ايه يا كابتن؟ وجهه نظري ان ده دليل على الهشاشه التكتيكيه اللي انت حضرتك بتتكلم عنها. هشاشه تكتيكيه وعدم الجماعيه في الاداء ده مهم طبعا. ما خابك يا كابتن، بكل امانه الكوره، بس مين اللي عملها؟ كولر طبعا. طبعا كولر اللي خلق هذه وهو كولر التكتيكية. وهو كولر اللي كان بيدرب الاهلي في ماتش بلوزداد قبلها بثلاث ايام. صحيح. وهو اللي كان موجود في يانج افريكانز واللي احنا اشدنا بيه، وهو نفس الشخص اللي كان موجود في الجونه موجود في سموحه. عشان كده انا بقول ايه يا جماعه، احنا ما بن يعني هنا ما فيش حد بيطبق، احنا بنقول اللي احنا شايفينه. بالمناسبه احنا طب انا عايز اقول، لما بيقول انا بصراحه عايز اقول في ماتش شباب بلوزداد احنا كنا كويسين. انا عايز اقول قاعده بصراحه في الامانه، اعتقد احنا المفروض نمشي عليها من يعني من دلوقتي فيما بعد كل امان. تقييم كولر كتقييم عام انتهى، خلص بحت، ما ينفعش نتكلم فيها تاني. انا اسف والله. وطبعا تاني كل واحد حر، بس في وجهه نظري بعد هذه الفتره وبعد امانه تغييرات اليو ديانج بنبيل كوكا، يعني الوحيد اللي شاف الحته دي وهنشرحها طبعا، بس
خلاص تقييم مارسيل كولر النهارده في وجهه نظري بيتحط جنب جوزيه. خلاص الاثنين دول مع بعض كده نقعد نحطهم مع بعض. يعني معلش يعني ابعد جوزيه شويه. لا اعلى جوزيه اعلى طبعا بس هنحطه معاه. ولكن كولر هيغلط؟ هيغلط. هنختلف معاه في ميعاد التغيير طبيعي. هنختلف بس هنخت... لا تتدخل في عمليه التقييم دي بوينت بوينت هي نقطه هنختلف معاه في نقطه طيب. انما النهارده ان احنا يصل بينا الحال نقيم كولر بشكل عام ونقول اصل والله وجوده مع النادي الاهلي ما حلش لا انا اسف والله هذا هراء فني لا يصح لا يصح ده حقيقي ان هو يتحول كده برضه عشان الناس تبقى او كل الجماهير اللي بتسمعنا تبقى شايفه كابتن هاني معلش عشان كل شويه بسال بقول السؤال ده لانه او بقول الكلمتين دول لانهم مهمين جدا احنا بنتكلم هنا عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي جمهور الاهلي من حقه يقول اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه احنا متقبلين يعني صحيح. وده دايما الاساس بتاعنا احنا متقبلين الجماهير عايزه احسن حاجه يعني الجماهير خلي بالك ما بتخشش قوي فكره الارقام وفكره بالزبط. ان لا هي الجماهير عايزه احسن اداء واحسن نتيجه ده جماهير النادي الاهلي ده طبيعي ده طبيعي بس يبقى الامر في الشك الهاوي هي دي لا يتحول هي دي الى الاحاديث المحترفه او المختص انا متفق معاك تماما يعني طيب عندك ايه تاني يا احمد عايز